ايه لما الجسم فجأة يقرر يعلن عصيانه ويقول لك بصي اتشقلبي العب رياضة اشربي مية والله ما متحرك. ايوه تعملي ايه؟ بتنصحي بايه في الوقت ده؟ بصي يا ندى هي بتختلف على حسب الحاله، يعني في بعض الناس بيقول لك ان انا حرقي مش شغال، انا عندي جسمي ما بخسش بالرغم من ان زي ما انت بتقولي بعمل رياضه بقلل اكلي باخد حتى منتجات تخسيس الناس المفروض ان هي بتخس عليها ولكن مش بتجيب معايا نتيجه. ففي الحاله دي احنا بنطلب طبعا مجموعه من التحاليل مهمه قوي لازم طبعا كل الناس يبقوا عارفينها لو جسمك زي ما ندى بتقول اتوقف تماما عن الحرق. بنطلب طبعا مجموعه تحاليل الغده الدرقيه اللي هي الفري تي 3 والفري تي 4 والتي اس اتش، بنطلب كمان تحليل فيتامين د 3 من اهم التحاليل المطلوبه، وكمان صوره الدم الكامله عشان نشوف لو في انيميا او نقص حديد. حصل انه الحاله اللي عندي عملت التحاليل دي وطلعت مظبوطه، ما كانش في مشكله في التحاليل اللي احنا طلبناها وان التحاليل طبيعيه نورمال. ساعتها بقى بنلجا لان احنا ندي الكورس السحري في التخسيس وهو كورس لينكاب اللي محقق طبعا طفره كبيره في عالم التخسيس وعالم الصحه والجمال بشكل عام. بندي طبعا الكورس ده يا ندى في ثلاث منتجات، مش منتج واحد ولا اثنين، لا هم ثلاث منتجات بيشتغلوا ان هم يزودوا حرق الجسم بتاع الجسم اللي انت بتقولي عليه مش راضي يحرق بطريقه طبيعيه امنه، فبزود معدل عمليه الحرق او معدل عمليه التمثيل الغذائي، فبالتالي الجسم يبتدي يحرق اول باول فتخسي في وقت اسرع. في مشاكل كتير قوي بتواجه الناس اللي بيستخدموا فات بيرنرز او حارق للدهون، ان هو بيدي باور جامد جدا ويبقى في نسبه كافيين. يا دكتور صحيح كافيين يديك باور وكل حاجه والدنيا حلوه ومخك مصحصح، ولكن تعالي نامي بالليل بقى ما تعرفيش عينك مفنجله بيو مش عارفه تنامي الدنيا بايظه، وده بصراحه انا عانيت منه لان انا كمان بتمرن. صح. ففات بيرنرز كتير جربتها وبالمناسبه مستورده وتمنها غالي. اخد البرشامه من دول انزل التمرين اهد الفلور اروح بيتي معادي النوم الطبيعي برزع في المخده بدماغي ما بنامش. ازاي اتعاملتوا مع منتج هو فات بيرنر بس انتوا تغاضيتوا عن الحته دي ازاي؟ هو الحقيقه لان الكورس كله يا ندى ما فيهوش كافيين، يعني نقطه الكافيين او نقطه الفات بيرنرز اللي فيها الكافيين والحاجات اللي بتصحصح اللي انت بتقولي عليها دي يا ندى مش موجوده عندنا. احنا عندنا معادن، عندنا فيتامينات، عندنا مضادات اكسده بتدي باور برضو بس مش هتسهرك بالليل ولا حاجه، بتدي باور، بتحسن جدا من صحه الشعر والبشره. عشان كده لو خدتي بالك في الاول لما جيت قلت لك على الكورس هو مش بس تخسيس يا جماعه، هو الكورس بيعتمد على بحسن صحه شعري، بحسن كمان صحه بشرتي، وبقوي المناعه بالاضافه لرقم واحد للتخسيس. يعني برضو معنى كلام حضرتك انه مش بس اللي عايز يخس يقدر يستخدم هذا المنتج، كمان الناس اللي عايزه تثبت وزن، كمان بالزبط. الناس اللي عايزه تحافظ على نضاره بشرتها، بالزبط. الناس اللي عايزه تحافظ على كثافه الشعر. قولي لي الى اي مدى بيتعامل مع الشعر والبشره خصوصا بعد الخسسان؟ الدنيا بتبوظ بتبوظ. صح. في ناس كتير بتلجا للفيلر وحاجات ومش عارف ايه، واحنا مش ضد الناس دي بالمناسبه، ولكن لو انا عايزه بديل طبيعي من الطبيعي اعمل ايه؟ بصي بقى احنا ده اللي انا بقول دايما عليه انه يا جماعه احنا لازم نخس بصحه. حلو. ودايما بحط يا ندى مليون خط تحت كلمه صحه يا جماعه. ما ينفعش ابدا ان انا انزل 30 40 كيلو والناحيه الثانيه بقى شعري بيقع، ضوافري بتتكسر، وشي عجزت يجي 20 30 سنه ظهر لي تجاعيد وظهر لي هالات سوداء، فده طبعا مش مسموح اطلاقا. عشان كده في الكورس بتاعنا اللي كله مواد طبيعيه 100% انا بشتغل على الناحيتين، بشتغل ان انت بتخسي بتنزلي معايا 30 و40 و50 كيلو، بس في الناحيه الثانيه انا بحافظ على صحه شعري، بحافظ على صحه بشرتي، بحافظ ما بيطلعليش تجاعيد، اقوي المناعه جدا. كل ده بالمنتجات بتاعتنا. فاول